المئة من سكان النقب توافدوا إلى المركز الجماهيري بمدينة رهط للمشاركة في حملة لإنقاذ الطفل طه منذر أبو دعابس الذي يحتاج بصورة ماسة إلى زرع نخاع شوكي. نحن مررنا بهذه التجربة قبل عدة أشهر عندما أصيب أحد سكان مدينة رهط بمرض نادر جدا، وتم التبرع خلال 72 ساعة ب1,300,000 شيكل ولله الحمد، وما رأيناه اليوم من مئات الأشخاص يتوافدون على المركز الجماهيري يدل دلالة واضحة حقيقة على أصالة هذا الشعب وعلى أصالة هؤلاء الناس في العطاء والتبرع للمجتمع الذي يعيشون فيه. احنا توقعنا عدد أكثر من كذي بكثير، توقعنا ما يتراوح بين من 8,000 ل 10,000، وصلنا تقريبا 2,500 ل 3,000 اللي هو عدد كويس، لكن مش لا يكفي، لان عند نسبه ان نلاقي له متبرع هي 1 لل 20,000. مرحبا، انا الطفل طه ابو دعابس، انا الطفل المريض، نحن نحتاج من المتبرعين، أن أشكرهم كثيرا للتبرع الخاص بكم، وإذا أعطيتم التبرع لي سأشكركم كثيرا. المشاركون قاموا بإجراء فحص لتحديد من يستطيع التبرع للطفل ابن 8 أعوام الذي يعاني من مرض نادر. احنا اليوم تواجدنا منذ الصباح لحتى نساعد الطفل طه أبو دعابس في تجميع اللعاب من الناس. توجدت كمية كبيرة من الناس لحتى يساعدوا هذا الولد، ويمكن كمان إنه يساعدوا كمان كمية كبيرة من الناس اللي هم بيعانوا من مرض في النخاع. النداء الذي أطلق من أجل طه، الفزع قديما كانت عند أهلنا في العرب والبدو خاصة لإغاثة الملهوف من الحريق، لكن حريق الأم على ولدها، هذا ما جاء بنا في هذا اليوم في هذا المساء. مستشفى هداسة بمدينة القدس ساهم في هذه الحملة التي من المتوقع أن تستمر في بلدات أخرى في النقب، فيما إذا لم يتم العثور على متبرع ملائم.